عودة إلى مسار أستانا. من اسطنبول إلى موسكو يصل وزير خارجية إيران قبل يوم من دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، قانون العقوبات الأمريكي على كل من يتعاون مع النظام السوري، ومن بينهم روسيا وإيران. في سوريا تتقاطع مصالحهما، واستمرار هذه المصالح رهن للتنسيق بينهما. ناقشنا مهام تهدئة الأوضاع على الأرض، ومهام إعادة الإعمار، ومهام إعادة اللاجئين والنازحين، وتأمين المساعدات الإنسانية للمحتاجين. تهدئة الأوضاع في إدلب تقرب مواقف الطرفين من موقف الشريك الثالث في مسار أستانا. مسار أستانا أخرج البلاد من وضع صعب للغاية، وهو العملية السياسية الوحيدة الفعالة حول سوريا، ونحن وتركيا وإيران ملتزمون بهذا المسار. يذكر أن المشاورات بخصوص تهدئة الأوضاع في إدلب خريف العام الماضي وربيع هذا العام بين روسيا وتركيا جرت دون إيران. في سياق إنعاش مسار أستانا وزيادة التنسيق مع روسيا، يريد ظريف الاطلاع على أوضاع التنسيق الروسي التركي، ومعرفة إن كان هناك شيء قد فات إيران في هذا التنسيق الثنائي. استمرت المشاورات ساعة من الزمن، مدة تشي بتطابق مواقف البلدين، وربما بغياب الخلاف بين الدول الضامنة الثلاث. تلتئم رويدا مصالح الدول الضامنة في مسار أستانا عشية دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، بيد أن الاختبار الحقيقي لصلابة هذه التفاهمات بعد قيصر لا قبله. محمد حسن، العربي، موسكو.